أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم، السلام عليكم، كيف تكونوا على خير وبخير؟ نصيحة للإخوة والأخوات، نوضوا من ذوك الكراسة، تقعدوا من ذوك الكراسة، خليوا الكراسة، نوضوا تحركوا، تمشوا شوية، واخا الجو بارد، واخا هكذا، راه كي ما درتش بحال هكذا، راه ما غاديش، يعني ما غاديش المورال ديالك يكون بخير، الدورة الدموية ما غاديش تكون بخير. المود ديال يعني المود شنو هو المود بالعربية يعني المهم ما عرفتهاش حتى هو غادي يكون بخير. يعني كاين عدة يعني بزاف اللي يمكن الواحد يتمشى فين، يمكن الواحد يسرح رجيلاته، فهمتي؟ وغير جالس في الكرسي في الكرسي في الكرسي في الكرسي، ويعني تحركوا شوية صاحبي، تحركوا شوية. يعني هذه غير نصيحة للإخوة والأخوات، يعني احنا محتاجين ليكم، محتاجين القوة البدنية ديالكم، محتاجين لصحتكم البدنية، فهمتي؟ يعني الواحد غادي يبقى غير جالس 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 جالس، راه ماشي يعني، ما اش غادي نقول لكم. فوالا، غير بغيت نبارطاجي معكم هذه اللحظة السعيدة اللي كنت مشى فيها. تمشيت تقريبا شحال نقول لكم، والله ما عارف، واش شي 4 كيلومتر ولا 5 كيلومتر بحال هكاك. ولكن احساس جميل، عرفتي؟ واحد دابا نتوما تشوفوا الثلج والبرد وكذا، ولكن ما كتحس بوالو ملي كتمشى، وداك الشيء كيدور الدم، ديك العام ما كتبقاش تحس واش كاين البرد ولا ما كاينش كاع. اما الواحد يبقى ديما غير الكرسي الكرسي الكرسي، يعني الواحد خصو يتحرك شي شويه، وخرجت شوية على الحضارة، خرجت شوية على المدينة وديك اللعبة، شوف السماء، فهمتي؟ السماء بوحدها ما فيها لا عمارات لا بطيمات لا شجر لا والو، ولا واخا الشجر ماشي مشكل، ولكن غير يعني ديك الحياة الحضارية، فهمتي؟ الواحد يخرج ماشي شوية، يبدل شوية الجو. يعني كاين شي بلايصات اللي الواحد يتمشى فيهم، يعني وشنو كتكون خاص غير العكز، فهمتي؟ بنادم تيبقى معكاز جالس جالس جالس، غادي تخلي داك الكرسي تحطو تما، وغادي تنوض ولا غادي تنوضي، وخرج تمشى. ولكن كان الناس ديال المغرب ما غيقدروش يتمشاو، لان كاين الكريساج، كاين الترميل، والمؤسسات جالسين كيشفروا في بعضياتهم وحاضين بعضياتهم، ومخليين بقيه الشعب تيعاني وتيسوفري. ولكن كنهضر على الناس مثلا اللي كيعيشوا مثلا في دول اجنبيه، يعني فين كتكون يعني السيفتي شنو هي، كاين لا سيكوريتي، الواحد يمكن ليه يتمشى، الواحد يمكن ليه يدير شي حاجه، يمكن ليه يجري، يمكن ليه يسمي غير راه كاين فرق بين الجري والمشي، فهمتي؟ الجري كيمكن ليك تجري، ولكن غادي تجري واحد المسافه قصيره، وغادي تقطعوا لك الحبال، اوكي؟ المشي باش زوين كتمشى يعني مسافه طويله، وفي الاخر يعني كتكون نتيجه بحال بحال. واخا شي واحد غيقول لك لا ماشي نتيجه بحال بحال، هي متفق معاكم، الجري يعني تيحرق اكثر من المشي. ولكن الا تمشي مثلا جريتي 2 كيلومتر ولا مثلا جريتي 3 كيلومتر وحبستي، اوكي صافي، وتقادات لك الحجره وحبستي. ولكن الا جري مثلا تمشيتي مثلا 6 كيلومترات، كنظن غادي تحرق اكثر من، ماشي كاستيم ديال الحريق، شي هنا ما كنهضرش مثلا على كنحرق مثلا ولا كنحرق كالوري، شنو هما لي كالوري، نو ماشي هكذا. يعني الانسان ملي كتخرج الطبيعه وكتبقى كتنشق داك الهواء النقي، يقدر يكون نقي، المهم ماشي ديك الهواء ديال الدار، لان انت جالس في الدار في 4 الحيوط جالس قدام بيسي، ويعني بحال جالس قفص. ولكن ملي كتخرج ما تيهمنيش فين تخرج، كتحس بواحد الراحه اخرى، كتحس بواحد احساس اخر جميل. يعني الواحد ما يبقاش مثلا منحاصر في ديك البوعه، ديك القوقعه مثلا ديال البيت ولا ديال الدار، وكتلقى راسك بوحدك، فهمتي؟ كتلقى راسك يعني كتناقش مع راسك، فهمتي؟ ما كاينش مثلا غادي يحاسبك جالس بوحدك، مثلا غادي كتمشى وانت كتهضر وكتهضر، المهم كتفكر شي حوايج اللي انت فاش كتفكر.
يا هذا هو لافونتاج ديال الواحد انه يخرج من ديك القوقعه ديال الدار. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، والى فرصه قادمه، وتبارك الله عليكم. وتحركوا نوضوا، خليو نوض من الكرسي، نوضوا تحركوا تمشاو صاحبي شويه، لبس برديله ولا لبس صباطك ولا لبس اللي كاين، المهم غير تمشى، غير نوض خرج، سير عند محمد مول البيسري، شري من عنده غير بيضه ورجع لدارك، ولا سير ضرب الدوره في الحومه ورجع، فهمتي؟ ما الواحد ما يبقاش جالس في الدار الوقت كامل. يا الله، تبارك الله عليكم، والى فرصه قادمه.